وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي يؤكد مقتل صالح تاريخي واستثنائي. الرئيس الشرعي اليمني عبد رب منصور هادي يعلن انطلاق عمليات صنعاء العروبة لتطهير اليمن من الحوثيين والعناصر الإيرانية. وحزب المؤتمر اليمني لعبد الصالح يدعو إلى رص الصفوف وتجاوز المحنة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي يعزي الرئيس السيسي في ضحايا هجوم مسجد الروضة ويؤكد ندعم مصر ضد الإرهاب. وحركة فتح وحماس من القاهرة يعلنان حكومة الوفاق تتسلم يوم الأحد كامل مسؤولياتها. واجتماع طارئ للجامعة العربية غدا لبحث القرار الأمريكي حول القدس.